جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هنا رسالة بعث بها مستمع يقول عين قاف لام صاد من المنطقة الشرقية. أخونا يقول: أنا أشكو من الاكتئاب النفسي والحزن وكثرة الوسوسة بيني وبين نفسي والتوتر وعدم الشعور بالراحة، فكيف أتخلص من هذه الظواهر المؤلمة؟ علما بأني والحمد لله أقرأ القرآن، أفيدوني جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وهل الإنسان يؤخذ بهذه الوساوس والخيالات؟ وهل لها أثر في حياته أم أنها مجرد أوهام وخيالات لا صحة لها؟ جزاكم الله خيرا. هي مجرد أوهام وخيالات لا صحة لها، وهي أيضا من الشيطان ليحزنك بها، فعليك توكل على الله والصبر وعدم التأثر بهذه الوساوس، مع الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. عندما تحس بشيء من ذلك فإنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتكرر ذلك. وأيضا عليك بتلاوة القرآن والإكثار من تلاوة القرآن، لأن ذلك يطرد عنك الشيطان. وعليك أيضا بالمحافظة على الأوراد الصباحية والمسائية، بأن تقرأ آية الكرسي بعد في دبر كل صلاة، تقرأ آية الكرسي ولا سيما بعد الفجر وبعد صلاة المغرب، وتقرأ بعدها سورة الإخلاص والمعوذتين، وتكرر ذلك ثلاثا، أي تكرر سورة الإخلاص وسورة قل أعوذ برب الفلق وسورة قل أعوذ برب الناس ثلاثا ثلاثا، وتدعو بما تيسر لك من أنواع الأدعية الخاصة بالصباح والمساء، وبذلك يعصمك الله سبحانه وتعالى من هذه الوساوس، لأنك استعذت بالله ولجأت إلى الله، والله سبحانه وتعالى يعيذ من استعاذ به. ولا بأس أن تراجع الأطباء النفسانيين ليروا حالتك، وربما يجدون لك علاجا من الأدوية النافعة، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. فقد يكون عندك شيء من توتر الأعصاب يؤثر عليك، ويكون عند الأطباء له علاج. نعم.